كثير ناس بيستهينوا قديش مستوى حياتنا وجودتها متأثرة بالعقليات اللي إحنا متمسكين فيها ومؤمنين فيها، ومنفكر إنه مستوى وجودة حياتنا أكثر إشي بتأثر بالقرارات الكبيرة اللي بناخدها، زي نتزوج ولا لا، مين نتزوج، نجيب أطفال ولا لا، نهاجر ولا لا، وغيرها من القرارات الكبيرة. ورغم أهمية هاي القرارات وتأثيرها الكتير كبيرة على حياتنا، إلا إنها بتصير بأوقات قليلة من حياتنا. ولكن أكثر الأشياء تأثيراً على حياتنا هي الأشياء اللي بنعملها أو ما بنعملها كل يوم، زي عاداتنا. وعاداتنا تتأثر بالدرجة الأولى بالعقليات اللي إحنا متمسكين فيها ومؤمنين فيها. بالتالي إذا مستوى وجودة حياتنا متأثر بعاداتنا وعاداتنا متأثرة بعقلياتنا، معناها عقلياتنا إلها تأثير كبير، والتأثير الأكبر على جودة حياتنا ومستوى معيشتنا. بالتالي إذا بدنا نعمل تغييرات في مستوى وجودة حياتنا، لازم بالأول نعمل تغييرات على عقلياتنا ومعتقداتنا اللي بتأثر على عاداتنا. في عقليات ومعتقدات في حياتنا إحنا مآمنين فيها ومتمسكين فيها ولكنها ما بتخدمنا، فلازم نغير من هاي المعتقدات. طيب شو هي المعتقدات والعقليات اللي إحنا أكثر شيء متمسكين فيها ولازم نتخلى عنها عشان يكون عندنا مستقبل أحلى وأسعد؟ في هذا الفيديو رح أشارككم 6 عقليات ومعتقدات لازم تتخلوا عنها عشان يكون مستقبلكم أحلى وأسعد. إذا بدكم تعرفوا شو هي هاي المعتقدات وهاي العقليات، خليكم معي بهذا الفيديو للآخر. أول عقلية لازم تتخلى عنها عشان يكون عندك مستقبل أسعد وأحلى هي عقلية إنه لازم أكون جاهز لكل إشي في الحياة. صديقي، عمرك ما رح تكون جاهز لكل إشي في الحياة. نحن بنفكر إنه رح يجي وقت في الحياة نكون فيه جاهزين لكل شيء، لتحديات الحياة ولصعوباتها، ورح نكون محضرين نفسنا. ولكن مين فينا هيك؟ الحياة دائما حيكون فيها مفاجآت، ودائما رح تفاجئنا بتحديات، ودائما رح تيجي تغير لنا جدولنا ونظامنا. كلنا بنحب نكون متأكدين من كل شيء في الحياة وضامنين كل شيء في الحياة، ضامنين إنه المشروع اللي عم نشتغل عليه رح ينجح، والورقة أو البحث اللي لنا أشهر عم نشتغل عليه رح نعرف ننشره ورح ينجح، وإنه علاقاتنا اللي إحنا فيها هلأ رح تستمر للأبد ورح تكون علاقات قوية وناجحة. ولكن مين فينا بيضمن هذا الإشي؟ في الحياة هاي ما في إشي مضمون، وعمرنا ما رح نكون جاهزين لكل إشي فيها. دائما في تحديات رح تواجهنا ورح تطلع لنا، رح تغير جدولنا ورح تغير نظامنا ورح تقلب أشياء في حياتنا. بالتالي ما بفيدنا إنه نضيع كتير وقت في القلق والتخطيط الزائد. يعني إذا بدي أقعد أخطط عشان أنا مفكرة إني أنا حكون جاهزة 100% للمستقبل، هذا الإشي عمره ما رح يصير. بالتالي مرات بيكون أحسن إشي نعمله لنفسنا هو إنه نروق ونعيش الحياة يوم بيومه ونمشي مع الحياة كيف هي ماشي. لأنه للأسف أو لحسن الحظ ما بعرف، بس إحنا عنا سيطرة على أشياء كتير قليلة في حياتنا. الأشياء اللي إحنا فعلياً عنا سيطرة عليها في حياتنا هي أشياء كتير قليلة، وإحنا كتير منسهل على حالنا الحياة إذا بنتقبل إنه كل فترة والتانية رح تصير معانا أشياء إيش مرغوب فيها أو تحديات، لأنه هذا الطبيعي وهذا الواقع. فإذا بنكون واقعيين وبنتقبل هاي الحقيقة إنه كل فترة رح يصير معانا أشياء مش مرغوب فيها أو أشياء فيها تحديات، رح نسهل على حالنا الحياة كتير. هذه على فكرة مش دعوة للتشاؤم، هذه دعوة لتقبل الحياة على طبيعتها وعدم مقاومتها. كلنا نفسنا نكون جاهزين لكل شيء في الحياة، ولكن هذا الإشي مستحيل. فالأسهل إلنا هو إنه نتقبل الحياة زي ما هي وما نقاومها، ونحاول نستمتع فيها على قد ما بنقدر. تاني عقلية لازم تتخلى عنها إذا بدك مستقبل أحلى وأسعد هي إنه ما بدي أخسر الناس. مرات أحسن أنك أنت تخسر الناس من أنك تخسر نفسك. بزمننا هلأ بزمن السوشيال ميديا إحنا كتير مركزين على الناس، تركيزنا أكتر على الناس من تركيزنا على نفسنا. يترى كيف الناس بيشوفوني؟ يترى شو بيعتقدوا عني؟ يترى شو بيعتقدوا عن حياتي وعن نمط حياتي؟ لدرجة أنه مرات كتير بننسى نسأل حالنا كيف إحنا بدنا نعيش وهل إحنا مبسوطين ولا لا. منضيع كتير وقت وطاقة في حياتنا عشان نلفت نظر ناس ونعجب ناس هم أصلاً مش عاجبيننا وما منحبهم أصلاً. بس اسأل حالك، هل هيك بدك تعيش عمرك؟ أنا عن نفسي لا. هل بدك تعيش عمرك الآن شو الناس بيفكروا عنك شو بيعتقدوا عنك، ولا بدك تعيش عمرك بطريقة بتسعدك أنت وبترضيك أنت؟ وتأكد أنك رح تكون في أسعد حالاتك لما ما تسمح للعالم الخارجي يقرر عنك كيف تعيش حياتك. وتأكد أنه مستحيل أي إنسان يكون مكانك. ظروفك، قدراتك، تفاصيل حياتك استثنائية، ومستحيل أي إنسان يكون مكانك ويقدر يفهمك. فطبيعي بما أنه الناس ما حتقدر تفهمنا لأنه مستحيل تحط حالها مكاننا، إنها تصدر علينا أحكام. ولكن ما تخلي هاي الأحكام تعطلك
وعيش حياتك زي ما انت بدك، ولا تخلي هاي الاحكام تأثر عليك. ما تقارن نفسك بمعايير غير واقعية او تظلم حالك بانك تعيش بالطريقة الناس راسمين لك اياها. عيش حياتك زي ما انت بتحب، وتذكر انه هيك هيك ارضاء الناس غاية لا تدرك. ثالث عقلية لازم تتخلى عنها لمستقبل احلى واسعد هي انا متأخر. كمان السوشيال ميديا أثرت على حياتنا في هذا الموضوع بأنه خلت المقارنة بيننا وبين أشخاص كتير في العالم أسهل من قبل. زمان كنا نقارن حالنا على قد ابن الجيران، زميلتي في الصف، بنت خالتي اللي قدي، بينما هلأ صرنا نشوف كل الناس كيف عايشين على السوشيال ميديا، وصار أسهل بالنسبة لأن نقارن حالنا بكل حدا على السوشيال ميديا ونشوفهم شو عملوا ووين سبقونا وإحنا وين متأخرين. فبالتالي كتير سهل أنه نتمسك بعقلية أنه أنا متأخر. السوشيال ميديا خلت حياتنا فيها توقعات غير واقعية عن كيف لازم يكون شكل حياتنا بأعمار معينة. يعني مثلا لازم أعمل ستارت اب قبل عمر 25، ولازم أتخرج جامعة وأنا بالعشرينات، لازم أتزوج قبل 30، يكون عندي أطفال قبل 35، أتقاعد بعد 65، وأكون لفيت العالم على 70، وغيرها من التوقعات. ولكن الحقيقة أنه ما في حدا فينا عايش نفس حياة التاني، وما في نمط واحد صح للحياة بزبط علينا كلنا. كتير ناس بدأت بزنس بالخمسينات وبالستينات ونجحوا كتير أكثر من ناس بدأوا بزنس بأول العشرينات وبالخمسة وعشرين وبالتلاتين. ومنهم الكاتب المشهور ستيفن بريسفيلد اللي كتب كتاب من كتب المفضلة The War of Art، وكاتب كتير روايات وكتب تانية، وهو من أنجح الكتاب هلأ، بدأ ينشر كتاباته بعد عمر 55. هل هالشي دعوة أنك أنت ما تشتغل على نفسك وما تسعى؟ لا أبدا، بالعكس، دايما اشتغل ودايما اسعى. ولكن هذا الاشي دعوة أنه إذا عندك ظروف وما قدرت تشتغل من قبل، أو اشتغلت بس فشلت من قبل، ما تيأس، ارجع اشتغل. لا، انت مش متأخر ولسه معك وقت. معظمنا رح نكون كتير أسعد وأروق إذا نتخلى عن الجدول الزمني اللي ما بعرف مين حط لنا إياه، اللي مش عاجب ولا حدا فينا، بس لسبب ما كلنا لازم نمشي عليه، ما بعرف ليش. فلازم نتخلى عن هذا الجدول الزمني، نمشي في حياتنا كيف ربنا كاتب لنا اياها وحسب كيف ظروفنا بتساعدنا. العقلية الرابعة اللي لازم تتخلى عنها لمستقبل اسعد واجمل هي حياتهم اسهل. الناس التانيين كلهم حياتهم اسهل. شوف صديقي، حكون معك صريحة، نعم في ناس حياتها اسهل، مش رح نكذب على بعض. في ناس عندها ميزات غير عادلة في الحياة خلت حياتهم وطريقهم ودربهم اسهل من الناس التانيين، أكيد. وحكينا عن هذا الموضوع كله في فيديو ليش في ناس أنجح من ناس وشو هي الميزات العادلة والميزات الغير عادلة، رح أحط لك إياها هون وفي صندوق الوصف. فنعم في ناس عندها تسهيلات أكثر منا، ولكن تبني عقلية أنه في ناس حياتها أسهل ما رح يخدمنا في إشي. نعم في ناس حياتها أسهل، ببساطة الناس اللي من العرق الأبيض كتير حياتهم أسهل من الناس اللي من العرق الإفريقي مثلاً، طبيعي. بس هل رح يفيدنا انه احنا نقعد، هو مش طبيعي هو سيء، ولكن هل رح يفيدنا انه احنا نتمسك هاي العقلية؟ لا طبعا. فاحنا لازم نشتغل على نفسنا اكثر وما نضلنا نقنع حالنا انه الناس حياتهم اسهل، لانه كمان كتير اوقات احنا بس بنشوف الهايلايتس من حياة الناس، ما بنشوف الناس قديش تعبت وقديش فشلت وقديش مرقت بمطبات عبين ما وصلت للمكان اللي هم عليه. فإحنا بنيجي منشوف النجاح بس منشوف التيب اوف ذا ايسبرغ، منشوف قمة الجبل، ما منشوف قديش أخدهم وهم بيطلعوا وكم مرة وقعوا ورجعوا حاولوا يطلعوا. معظم الناس بتحكي بس عن نجاحاتها، ما بتحكي عن فشلها الكتير والمتعدد. ونفس الكاتب اللي اسمه ستيفن بريسفيلد، عم بحكي عنه كتير لأني سمعت بودكاست مستضيفينه هذيك المرة وكتير عجبتني، كان بيحكي كيف إنه هو قعد 30 سنة بحياته يفشل عبين ما عرف ينجح، كيف هو انه حياته كلها قعد 30 سنة يحضر للأشياء اللي هلأ طلعت. والناس لما تشوفه بتقول اوه كاتب ونجح وهو كبير، واو كيف فجأة هيك نجح. لا مش فجأة هيك، هو كان له سنين عديدة بيشتغل على نفسه وسعى كتير وفشل كتير بأشياء وحاول كتير وعشان هيك نجح. فتبني عقلية حياة الناس أسهل بس رح يتعسنا وبس رح يضايقنا وما رح يفيدنا بولا إشي. فشو ما الإنسان كانت ظروفه لازم يشتغل على حاله قد ما بيقدر عشان يقدر يوصل. خامس عقلية لازم نتخلى عنها لمستقبل أحسن وأجمل هي بكرة رح يكون أسهل، ما رح أعمل هذا الإشي اليوم بكرة رح يكون أسهل. أنا هيك إلي كم من يوم بقول لحالي عشان أعمل هذا الفيديو،
لحالي بكره رح يكون اسهل خلص بكره بكره بصوره بكره رح يكون اسهل، بس جبرت حالي قلت يلا صور الفيديو هلا بكره ما رح يكون اسهل، بكره رح يكون يا اما نفس الشيء يا اما اصعب. دائما بنقنع حالنا انه بالمستقبل رح تكون دربنا سهل وطريقنا خضره، ولكن لا، دائما في الحياه بيطلع اشياء. ففعليا اذا ما عندنا عذر حقيقي ليش نحن ما عم نعمل هذا الشيء اليوم، على الأغلب بكرة كمان ما رح نعمله. فإذا إحنا مش قادرين نتغلب على هذه الأعذار اليوم، بكرة كيف فجأة بدها تصير عنا القدرات إنه إحنا نتغلب على هاي الأعذار؟ إحنا بنمتلك هلأ اللحظة الراهنة دائما، بكرة إحنا ما إلنا حكم عليه وما بنضمنه، ولكن اليوم هاي اللحظة إحنا عنا موجودة، لازم نتغلب فيها على كل الأعذار اللي عنا إياها عشان نعمل الأشياء اللي إحنا بدنا نعملها. ومن هذا المنبر بدي أنصحكم إنه تحضروا فيديو حرب الفن للكاتب ستيفن بريسفيلد اللي حكينا عنه اليوم، The War of Art، وحيفيدكم كتير انكم انتو اذا دائما بتقولوا بكرة 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 وبتأجلوا وعندكم مقاومة انكم تبدوا تشتغلوا اي اشي، هذا الفيديو رح يفيدكم. سادس واخر عقلية لازم نتخلى عنها لمستقبل اجمل واسعد هي ما رح اكتب افكاري، ما رح انساها، رح اضلني متذكرها. صديقي، مخنا غير مصمم لتخزين الافكار، مخنا مصمم فقط للتفكير وإنتاج الأفكار. المكان اللي منخزن فيه أفكارنا هو مش مخنا، هو يا إما تليفوننا يا إما دفتر يا إما نوت يا إما أي شيء إلا مخنا. مستحيل مخك يقدر يحتفظ بكل فكرة إجتك، بالتالي كتير من الأفكار النيرة اللي بتيجينا، أنا كتير هالشغلة بتيجيني قبل النوم وما بروح بمسك أي إشي أكتبه وبتروح الفكرة وبصحى تاني يوم بقول أكيد حتذكرها وبصحى تاني يوم ناسيتها. تصير معكم؟ أكيد بتصير معكم، لأنه إذا بدنا نحاول نحتفظ بهاي الأفكار كلها بمخنا رح يصير عنا تشتت وضعف تركيز وإلا في الطاقة كمان. طيب وين أخزن الأفكار المهمة اللي بتيجيني؟ على دفتر، على نوت، على التليفون، على الورقة اللي معلقينها على التلاجة، على أي مكان بدك إياه، المهم مش في مخك. وإذا بتجيك أفكار حلوة حرام اكتبها، يعني ليش تحرمنا وتحرم نفسك وتحرم العالم من أفكارك الحلوة؟ وبس أصدقائي، هذا هو كل شيء لليوم، وهي هي الست عقليات اللي لازم نتخلى عنها عشان يكون مستقبلنا أحلى وأسعد. إذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا له لايك عشان أعرف إنكم أنتوا حبيتوه، وشاركوني شو في عقليات تانية ببالكم بتحسوا إنه لازم نتخلى عنها عشان يكون مستقبلنا أحسن، وما تنسوا تعملوا له شير مع أي حد ممكن يستفيد منه، وبشوفكم المرة الجاية. باي.